بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. لا الأستاذ علي قال بأن أمامكم شاعر، لكن لست في الشعر بعالي المقام، ولكن اسمحوا لي أتطفل بعض أبيات على حب الإمام. بارك الله فيك. قال الإمام علي بن موسى رضا عليه السلام: من زارني على بعد مداي عارفا بحقي ضمنت له على الله الجنة. السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك أيها المدفون بأرض الطوس. سيدنا وإمامنا، رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم، وفرج الله عنا بكم. يا أهلا بكم جميعا أيها الجمع الكرام، أيها الجمع الكرام، مبتدانا للأحبة بالتحية والسلام. فسلام للذين شرفوا حفل الإمام لعلي بن موسى الرضا نسل الكرام. أو تدرون لماذا نحن شرفناه؟ أكيد نعم. أو تدرون لماذا نحن شرفنا هنا، ولماذا شوقنا يغمرنا؟ الجواب باختصار: إنه حب الإمام، إنه حب الإمام. حب أهل البيت فينا قد سما، صار فينا بعلو الأنجما. نعمة من بها رب السماء، نحمد الله على ما أنعم. حبهم مصدر إنس للنفوس، لجراح النفس صار البلسم. أولم تسمع بقول الآل فينا؟ إيش قال عنا الآل؟ آل رسول الله ماذا قالوا عن شيعتهم؟ أولم تسمع بقول الآل فينا: نحن من فاضل طينتهم أتينا، حزننا من حزنهم، أفراحهم سلوى إلينا. الرضا ثامن أهل البيت في خط الإمامة، ورضاه بالقضاء والقدر أعلى مقامة. من على البعد هنيئا للذي زار إماما عارفا بالحق في علو مقامه. يا إماما يا أنيسا للنفوس، شرف فازت به أرجاء طوس. وإذا الشمس أضاءت كوننا، وإذا الشمس أضاءت كوننا، فعلي الرضا شمس الشموس. الآن بقيت ثلاثة أربعة أبيات من جيدة بصيغة أخرى. شهر ذي القعدة تشرف بالإيمان، شهر ذي القعدة تشرف بالإيمان، فإحدى عشر منه على وجه التمام، فإحدى عشر منه على وجه التمام. نسأل الله بالرضا فك الأسير. يا إمامي نهجوكم نهجوكم.
نهج البصائر يا إمامي نهجكم نهج البصائر نسأل الله بفضلكم فك الحراير نسأل الله بفضلكم فك الحراير ثابتين على الولاية مانحين ثابتين على الولاية مانحين نرتج من الله يغفر للشهيد نرتج من الله الكرام الصلاة على النبي مسك الختام صلوا على المختار والآل الكرام.